تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة اللغة العربية، سنقوم بحله معا. لدينا النص، نقوم بقراءته. الحاسوب آلة العصر التي تمنيت أن أملكها وأستمتع بها وقت فراغي، فتحققت أمنيتي بمناسبة حصولي على المرتبة الأولى في الفصل الثالث. حسبت الحاسوب في بادئ الأمر لعبة مسلية، لكنني أدركت أن فوائده عديدة. به أكتب وألون، وبه أمارس الألعاب الذهنية، وأتفرج على الأفلام، وتعرفت على مكوناته الأساسية وهي الشاشة ولوحة المفاتيح والفأرة والوحدة المركزية. إن الحاسوب جهاز عصري وعجيب، ولكن يجب أن لا نشغله كثيراً لكي لا نعرض أجسامنا للأشعة المضرة وحتى لا نضعف من بصرنا. أقوم بشرح النص. الحاسوب آلة العصر التي تمنيت أن أملكها. الحاسوب عبارة عن آلة حديثة، معناها في عصرنا الحالي، لم تكن موجودة من قبل. تمنيت أن أملكها، كنت أتمنى أن يكون لدي حاسوب وأستمتع بها وقت فراغي. فتحققت أمنيتي بمناسبة حصولي على المرتبة الأولى في الفصل الثاني. لما تحصلت على المرتبة الأولى في الفصل الثالث، أصبح أو صار لدي حاسوب، هذه الآلة هي الحاسوب. حسبت الحاسوب في بادئ الأمر لعبة مسلية، كنت أظن أن الحاسوب هو مجرد لعبة للتسلية فقط، لكنني أدركت أن فوائده عديدة، ثم عرفت أن له فوائد كثيرة. به أكتب وألون، وبه أمارس الألعاب الذهنية، أمارس كل هذه النشاطات في الحاسوب، كذلك أتفرج على الأفلام، وتعرفت على مكوناته الأساسية، أي من ماذا يتكون الحاسوب، من الشاشة التي أرى فيها، لوحة المفاتيح التي أكتب عليها الحروف أو الكلمات، الفأرة التي أنقر عليها، والوحدة المركزية التي تحتوي على كل مكونات الحاسوب الداخلية. إن الحاسوب جهاز عصري، جهاز حديث لم يكن موجود من قبل، عصري في عصرنا الحالي، وعجيب، ولكن يجب أن لا نشغله كثيرا لكي لا نعرض أجسامنا للأشعة المضرة. يجب أن لا نكثر استعمال الحاسوب حتى لا نضر جسمنا بالأشعة، لأنه يبعث أشعة ضارة وكذلك يضعف من بصرنا. لا ننظر كثيرا إلى الشاشة، شاشة الحاسوب. أولاً البناء الفكري. سؤال أول: متى تحصل الكاتب على الحاسوب لأول مرة؟ الكاتب هو الذي كتب النص. متى تحصل الزمن أو المناسبة أو الوقت الذي تحصل فيه الكاتب على الحاسوب؟ الحاسوب آلة العصر التي تمنيت أن أملكها وأستمتع بها وقت فراغي، فتحققت أمنيتي، معناه تحصلت على حاسوب بمناسبة حصولي على المرتبة الأولى في الفصل الثالث. إذن تحصل الكاتب أو التلميذ على الحاسوب عندما تحصل على جيد المرتبة الأولى في الفصل الثالث. نجيب: تحصل الكاتب اللي هو التلميذ على الحاسوب لأول مرة عندما تحصل على المرتبة الأولى في الفصل الثالث. رجع: تحصل الكاتب على الحاسوب لأول مرة عندما تحصل على المرتبة الأولى في الفصل الثالث. المرتبة الأولى في الفصل الثالث. السؤال الثاني: ما هي مكونات الحاسوب؟ في النص عرفنا مكونات الحاسوب، تعرفت على المكونات الأساسية وهي: يتكون الحاسوب إذن من الشاشة، لوحة المفاتيح، الفأرة والوحدة المركزية. إذن مكونات الحاسوب هي، أحسنتم، الشاشة ولوحة المفاتيح
والفأرة والوحدة المركزية. الشاشة، يتكون الحاسوب من الشاشة ولوحة المفاتيح، لوحة المفاتيح والفأرة والوحدة المركزية. نواصل مع الأسئلة. أربط كل كلمة بمرادفها. لدينا كلمات حسبت، أدركت، حسبت، أدركت، عصري، حديث، ظننت، عرفت. حسبت، حسبت الحاسوب في بادئ الأمر لعبة مسلية. أحسنتم، حسبت معناها ظننت، كنت أظن أن الحاسوب لعبة مسلية. إذن جيد، حسبت هي ظننت، كنت أحسب معناها كنت أظن. كلمة ثانية، أدركت، لكنني أدركت أن فوائده عديدة. أدركت، أحسنتم، معناه عرفت، تأكدت أن فوائده عديدة. أدركت معناه عرفت. كلمة تالية، عصري، إن الحاسوب جهاز عصري في عصرنا الحالي. جهاز حديث لم يكن موجود من قبل. إذن كل كلمة هو مرادفها معناها. حسبت معناها ظننت، حسبت الحاسوب في بادئ الأمر لعبة، ظننت الحاسوب في بادئ الأمر لعبة. أدركت أن فوائده عديدة، عرفت أن فوائده عديدة. إن الحاسوب جهاز عصري، إن الحاسوب جهاز حديث. ننتقل إلى أسئلة موالية. البناء اللغوي، المطلوب هنا استخراج بعض الكلمات من النص. لدينا جمع التكسير، فعل ماضي، صفة، اسم موصول. إذا من النص سوف نستخرج جمع التكسير. ما هو جمع التكسير؟ لدينا ثلاث أنواع من الجمع. جمع المذكر السالم مثل المعلمون، المسلمون، الفلاحون، أو المعلمين، المسلمين، الفلاحين، كلها جمع مذكر سالم. لدينا جمع مؤنث سالم، الطبيبات، الممرضات، الفلاحات، المهندسات، هذا جمع مؤنث سالم. والجمع الآخر إذا لم يكن إذا كان اسم جمع وليس مذكر سالم وليس مؤنث سالم، إذا هو جمع تكسير. نبحث عن جمع ليس بمذكر سالم وليس بمؤنث سالم. الحاسوب، ويجب أن يكون اسم. الحاسوب آلة العصر. الحاسوب مفرد ليس جمع. التي تمنيت أن أملكها وأستمتع بها وقت فراغي، فتحققت أمنيتي بمناسبة حصولي على المرتبة الأولى في الفصل التالي. ثالثي، لا يوجد اسم جمع. حسبت الحاسوب في بادئ الأمر لعبة مفرد، لكنني أدركت أن فوائده. لدينا فوائده، اسم جمع مفرد هي فائدة، جمعه فوائد. إذن هذا جمع تكسير، ليس جمع مؤنث سالم ولا مذكر سالم، إنه جمع تكسير. نواصل، به أكتب وألون وبه أمارس الألعاب. ألعاب كذلك جمع مفرد، لعبة جمع ألعاب، ليس مذكر سالم وليس مؤنث، إذن جمع تكسير. نبحث عن جمع آخر، الذهنية وأتفرج على الأفلام. مفرده فيلم، جمع الأفلام، جمع التكسير أفلام، الألعاب فوائد. نختار جمع التكسير الألعاب. الجمع يكون جمع وليس بمذكر ولا مؤنث سالم. ألعاب، إذن جمع التكسير. الآن نبحث عن فعل ماضي من دائما من النص. فعل ماضي، الحاسوب آلة العصر التي تمنيت. تمنيت فعل ماضي، أنا تمنيت، أنت تمنيت، أنت تمنيت، كلهم يبدأ بنفس الحرف. أنتما تمنيتما، إذن هذا فعل ماضي. نبحث عن فعل آخر،
وأستمتع ليس في الماضي، أنا أستمتع، أنت تستمتع في المضارع بها وقت فارغ. فتحققت أمنيتي بمناسبة حصولي على المرتبة الأولى في الفصل الثالث. حسبت، أنا حسبت، أنت حسبت، أنت حسبتي، إذن فعل ماضي، نكتب حسبت. وجدنا فعل ماضي. الآن ننتقل إلى الصفة. الصفة، خصائص الصفة، لدينا الصفة والموصوف، لدينا الموصوف ولدينا الصفة. الصفة دائما تتبع الموصوف، احنا نبحث على الصفة. إذا كان اسم يجب أن تكون اسما، الاسم الذي قبلها إذا كانت هذه الصفة فيها ال، إذا كان فيها ال، الاسم الذي قبلها يجب أن يكون كذلك ال. إذا لم تكن معرفة لا يوجد فيها ال، الاسم الذي قبلها كذلك لا يحتوي على ال، يجب أن تكون الاسم الذي قبله يتبعه في كل شيء، يتبعه في ال إذا كان فيه ال، الذي قبله فيه ال، إذا كان النكرة لا يحتوي على ال كذلك لا يحتوي على ال. الشرط الثاني، يجب أن تكون الحركة الأخيرة هنا إذا كانت ضمة فتحة يجب أن يكون الاسم الذي قبله فتحة، إذا كانت ضمة يجب أن يكون ضمة، إذا كانت فتحتين يكون فتحتين، إذا كانت كسرتين يكون كسرتين. إذا الاسم الذي يقبل الصفة يجب أن يكون ينتهي بنفس الحركة، فتحة فتحة، ضمة ضمة، فتحتين فتحتين، كسرتين كسرتين. وكذلك يتبعه في التعريف ال، يجب أن يكون الاثنين فيهم ال أو الاثنين نكرة لا يحتويان على ال. إذا وجدنا اسمين من هذا الشكل هذا الاسم الثاني هو صفة. إذا نبحث من النص عن اسمين، اسم الثاني يتبع الاسم الأول. بسم الله. الحاسوب آلة، لدينا ال هنا ال، هنا لا يوجد ال، إذا هذه ليست صفة، هنا فيها ال هنا لا فيها ال، ليست فيها. آلة العصر، هنا ال فيها ال، هنا الضمة هنا الكسرة، إذا ليست صفة. التي تمنيت أن أملكها وأستمتع بها وقت فراغي. نبحث عن الأسماء. فتحققت أمنيتي بمناسبة حصولي على المرتبة الأولى، هنا صعبة نوعا ما، في الفصل الثالث. ماذا نلاحظ؟ في الفصل الثالث لدينا ال ال، كسرة كسرة، ال ال، فصل كسرة كسرة، اسم اسم، إذن هذه هي الصفة تتبع الموصوف، كسرة كسرة، معرفة معرفة. نبحث عن صفة أخرى. حسبت الحاسوب في بادئ الأمر لعبة مسلية، لاحظ هنا لعبة مسلية، ليس لا يوجد فيها ال، لا يوجد فيها ال، تنتهي بالفتحتين، تنتهي بالفتحتين، إذن هذه كذلك صفة. إذن وجدنا صفتين، الشرط أن يكون الصفة تتبع الاسم الذي قبلها في الحركات وفي التعريف والتنكير. إذا لم تكن، إذا كانت مختلفة، هنا فيها ال هنا لا يوجد فيها ال، ليست صفة. إذا كانت مختلفة في الحركات هنا كذلك ليست صفة. إذا وجدنا صفتين، نختار الثالث. مطلوب هنا اسم موصول، لدينا الأسماء الموصولة هي التي، الذي، اللذان، اللتان، اللواتي. نبحث عن اسم الذي، التي، اللذان، اللذين. الحاسوب آلة العصر التي، آلة العصر التي، إذا التي هو اسم موصول، نكتب التي. وجدنا جمع التكسير، هو كل جمع اسم جمع ليس مذكر وليس مؤنث سالم، فعل ماضي ولدينا الصفة، هنا الكلمة صفة تتبع الموصوف واسم موصول. وجدنا التي. نواصل مع الأسئلة. المطلوب هنا لدينا فعل ماضي وفعل مضارع، هو حسب، فعل ماضي حسب، فعل مضارع يحسب، ولدينا الضمائر، نقوم بكتابة الفعل حسب الضمائر. هو حسب، هي حسبت، هما حسبا، هم حسبوا، إذن هم حسبوا، نكتب حسبوا.
هم حسب. لماذا قلنا هنا مذكر؟ هما مذكر، هما حسب، هما مؤنث، هما حسبتا. إذا المطلوب مذكر هما حسب. إذا هو حسب، هم حسبوا، هما حسب. أنتما، أنا حسبت. أنتما أحسنتم، حسبتما. أنا حسبت، نحن جيد حسبنا. إذن فعل الماضي أنتما حسبتما، كلهم يبدأ بنفس الحرف. حسبتما، نحن حسبنا، هم حسبوا، هما حسبا. فعل ماضي. لدينا المضارع، هو يحسب، هي تحسب، هما جيد يحسبان، هم أحسنتم يحسبون. أنا أحسب، أنتما جيد تحسبان، أنتما تحسبان. نحن أحسنتم نحسب. راجع، أنا أحسب، أنت تحسب، أنت تحسبين، أنتما تحسبان، نحن نحسب، هو يحسب، هي تحسب، هما يحسبان، هم يحسبون. إذا كانت هما مؤنث نقول، لا نقول يحسبان، إنما نقول تحسبان. إذن أتمنى من الضمائر. ننتقل إلى سؤال آخر. ثالثا، أدخل لم ولا على الجمل الآتية. لدينا لم ولا، هما أدوات النفي. لم أداة النفي، ولا أداة النفي. ندخل لم ولا على الجمل التالية حتى تصير وتصبح جملة منفية. يلعب الأطفال بالزجاج، ينجح الكسول، ينام المجتهد حتى يراجع دروسه. أصم اليوم. إذن قاعدة، لدينا لم أداة نفي ولا أداة نفي. إذا وجدنا الفعل مضارع مرفوع هنا الضمة، إذا وجدنا الضمة نقول لا يلعب، لا يلعب الأطفال بالزجاج. إذا وجدنا هنا السكون أحسنتم نقول لم ينجح. إذا لم وراءها السكون، لا تنتهي بالضمة، كلها جمل منفية. جملة منفية بلا، جملة منفية بلم. لم ينجح، لا يلعب. هنا ينام المجتهد، أحسنتم، لا ينام المجتهد. صم اليوم، سكون، صم، أحسنتم، لم أصم اليوم. إذا لما يكون لنا ضمة نضع لا، ضمة لا. إذا كان لدينا السكون نضع لم ينجح، لم أصم. ننتقل إلى الوضعية الإدماجية. المطلوب فيها هي اختر آلة أو وسيلة اخترعها الإنسان وتحدث عنها. هنا سأختار الهاتف النقال، سأعطيكم بعض المعلومات عن الهاتف النقال، ثم كل تلميذ يحاول بأسلوبه الخاص وبتعبيره أن ينجز فقرة حول هذا الجهاز أو الوسيلة. مثال الهاتف النقال، ماذا يمكن أن نقول عن الهاتف النقال؟ يعتبر الهاتف النقال من الاختراعات الحديثة، لأن المطلوب هو اختراع. إذن الهاتف النقال هو اختراع حديث. لهذا الجهاز كذلك فوائد كثيرة وعديدة. الهاتف النقال له فوائد كثيرة وعديدة. فبواسطته ماذا يستطيع الإنسان؟ الاتصال بأهله أو أصدقائه، كما كذلك يمكن تصوير وتخزين الصور، يمكن التقاط الصور بالهاتف النقال وتخزينها. كما يوجد في الهاتف النقال ألعاب مسلية، كذلك فيه حاسبة، ويمكن كذلك بالهاتف النقال بعث الرسائل القصيرة لتبادل المعلومات. وفي الآخر نذكر السلبيات، لكن لا يجب الإكثار من استعماله. لماذا؟ لكي لا نضيع وقتنا ولا نضيع بصحتنا. أعيد قراءة الفقرة أو بعض المعلومات حتى تنجزوا الفقرة لوحدكم. يعتبر الهاتف النقال من الاختراعات الحديثة. لهذا الجهاز فوائد كثيرة وعديدة. في بواسطته يستطيع الإنسان الاتصال بأهله وأصدقائه.
يمكن اصدقائه، كما يمكنه التصوير وتخزين الصور داخل الهاتف. يوجد فيه ألعاب مسلية، كذلك يحتوي على الحاسبة، ويمكن بعث الرسائل القصيرة من أجل تبادل المعلومات مع الأصدقاء، لكن لا يجب الاكثار من استعماله حتى لا نضيع لكي لا نضيع الوقت لا نضيع وقتنا ولا نضر بصحتنا. إذا كل تلميذ ينزل التعبير حسب هذه المعلومات، إذا كان لديه معلومات أخرى أن يضيفها في التعبير. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.